الارجنتين والمفارقه تقدمت الارجنتين وفي الشوط الثاني لعبوا بكره الاورجواي وربحت الاورجواي والاورجواي هدف 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 1-0 للسلستي جول 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 جولاسو ديال الاورجواي في وقت الكلام عن الحديد في وقت الحديد والحديث عن حديديه الفريق الاورجواني 1-0 عن طريق ال 15 دييغو بيريز جول ديال الاورجواي 1-0 من كرة ثابتة شوف الكرة شوف المتابعة شوف الراسية حتى له وبيريز يحطها في الشبكة جول اوروغواي 1-0 شوف الكرة والمتابعة الله على الكرة الله على الإثارة في البداية 1-0 ما فيش كلام الكرة بكل المحيط دخلت في المحيط الأرجنتيني والمعسكر في سيناريو مميز لفورلان يمشي فورلان يلعب للوندو أو الأوندوس والكرة تقطع أرجنتينية ميسي مالاريتو 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 من 17 دقيقة والكرة من ميسي وميسي حط تعادل ترجع الأرجنتين عن طريق لونزالو إيغواين هذه اللعبة كاتالونية مدريدية في الجول كاتالان مدريدي ستاين جول 1-1 الأرجنتين الله على الباس الله على الراس الله عمر الراس يا أرجنتيني هدف لهدف في مباراة ولا أروع في كرة تقطع هناك ترتد الكونتر أتاك المرتدة باس من الرواق يتقدم فيها ميسي يترك من غير رقابة يمشي ميسي يبعد على المدافعين يدخل يقرب يوزع والراسية وجول جولاسو ديال الأرجنتينا التعادل يا كريستيان الهدف التعادل للأرجنتين تعاقد من جديد يا باتيستا مع حلم